اروح للدكتور العزيز عباس شراقي. مساء الخير دكتور عباس. اهلا اهلا استاذ نشأت، ازاي حضرتك؟ وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني النهارده كان الوزير الدكتور ياسر عباس وزير الرئيس السوداني بيتكلم في مؤتمر صحفي، وبيتكلم كلام يعني احنا خلاص كلنا مؤمنين بيه، انه عايزين نمشي في الحل الافريقي وعايزين نمشي في المفاوضات، لكن احنا قادرين ان احنا نوصل صوتنا لمجلس الامن، ملفنا جاهز، ممكن الوقت المناسب نروح فيه. لكنه قال كلمه من ضمن الكلام، بيتكلم بيقول ليس لدينا مانع لعقد اتفاق حول تقاسم المياه ولكن خارج ملف سد النهضه. يعني اجمالا تعليقك او يعني تدلو بدلوك في اخر ما يخص سد النهضه من وجهه نظرك، حتى بعيدا عن سؤالي الاول وبعدين نتناقش فيه بعض الامور الاخرى. لا، يعني وزير الري السوداني بيذكر الآن، بيقيم الفترة السابقة وبيبرر اللجوء لمجلس الأمن، إن بيقول الاتحاد الإفريقي إحنا الحقيقة إحنا معاه بقالنا سنة ولم نصل إلى شيء، وفي بيان مصر والسودان تم توضيح دور الاتحاد الإفريقي لما قالوا ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود. هذه بعبارة دبلوماسية فشل الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ده اللي خلى مصر انها تقدمت لمجلس الامن بخطاب، واتوقع ان السودان سوف يتقدم بخطاب اخر لمجلس الامن، يعني ربما يعني خلال ايام قليلة. فاذا هذه خطوة الاتحاد الإفريقي، رغم ان هي لم تغلق تماما يعني، ولكن الباب مفتوح الان لمجلس الامن. ما تدعي اثيوبيا انها تريد طبعا اطاله امد المفاوضات بالدخول في تفريعات يعني مختلفه تماما، منها تقسيم المياه. نحن الان لسنا في مرحله تقسيم مياه اصلا، نحن نتفاوض على سد النهضه من ناحيه القواعد للملء والتشغيل، وايه اللي يجيب سيره تقاسم المياه. يعني ده يعني تفريع، ولما انا هتكلم على تقاسم المياه معناها ان اثيوبيا هتستدعي دول المنابع، لانها تقول انا مش لوحدي في نهر النيل، ده احنا 11 دوله. يعني اثيوبيا حاولت تعمل هذا الكلام في مفاوضات واشنطن، وقالت ان لسنا وحدنا، فيه دول اخرى من المنابع، وهنا يبقى فيه تشعب في، ومش عايزين نوصل كده، مش هنوصل لحل. يبقى دي طريقة إثيوبية معروفة، فبالتالي يمكن وزير الري السوداني عايز يقطع عليهم يعني هذا الخط، إن لسنا في مرحلة التحدث عن حصص مائية أو شيء من هذا القبيل. نحن في مفاوضات عن سد النهضة، خاصة أن التخزين الثاني أيا كان كميته، هو في الغالب كميات قليلة، ولكن هو تخزين وسوف يبدأ بعد أسبوعين، فبالتالي لابد من الوصول الى اتفاق قبل اول يوليو القادم لكي يكون التخزين حتى لو مليار واحد، لكي صحيح. يكون شرعيا. طيب دكتور عباس، معلش اروح في حته تاني خالص. من يومين خرج علينا احد هؤلاء الادعياء اسمه عصام حجي، وقال انه في دراسه معموله ومنشوره في احد المجلات الرصينه والمعترف بها، قاعد يفخم في المجله بشكل كبير جدا، وحط شوية معلومات وبيانات وداتا، وقال لي دراسة مع مجموعة أخرى من الباحثين، وحط على صفحته صور ليست موجودة في الدراسة من الأساس، واستنبط مجموعة من الأرقام وقال إنه الرقعة الزراعية في مصر هتصل إلى 72% بالنقص، ومعدل البطالة يبقى 25%، والناتج الإجمالي للفرد يبقى 8% نازل، ويعني قصة كبيرة جدا. الدراسة اللي قالها عصام حجي، وأنا أعتقد أن هي بعيدة عن مجال تخصصه، وكنت أنتوي أن يعني أفند وأقرأ وأسأل وأرد، لكن يعني الصدفة أن حضرتك معايا فهتعيني كرجل إكاديمي ورجل علم على فهم هذه الدراسة. هل هي دراسة علمية؟ ما حجيتها؟ ما رصانتها؟ ما دور الباحث فيها؟ ولماذا يقوم بتسييس القضية ويريد لبلده أن تكون في هذا المكان الذي يأمله؟ ربما يعني أنا لا أريد أن أسيس ولا أريد أن أستنبط ولا أستقر، لكن الصورة واضحة أن هناك سوء نية علمي، سوء نية علمي واضح. فأنا بترك لحضرتك المجال للتعليق على ما جاء في هذا. أولا بالنسبة للمجلة العلمية، المجلة العلمية ليست مسؤولة عن محتوى البحث،
البحث مسؤولية الباحثين اللي كتبوا البحث، لكن طالما مكتوب بطريقة علمية سليمة وموثق ببعض المراجع بصرف النظر عن المحتوى العلمي، المجلة بتنشر، وبالتالي ليس حجة علينا أن المجلة، أن هذه المجلة نشرت البحث، معنى ذلك أن البحث حقيقي وكل ما فيه صحيح. هذا ليس صحيحا على الإطلاق. المجلة رأت أن البحث مستوفي الشكل، إذن يتم نشره، واللي عنده عايز يتناقش يتناقش مع الباحثين. نقطة أخرى، وهي أن في ادعاء يمكن بعض القنوات يعني بتحاول تروج لهذا البحث، بتقول أن هذا بحث تم عمله، أو أن جامعة جنوب كاليفورنيا قامت بدراسة وقالت كذا. هذا أيضا غير صحيح، لأن لما يبقى في واحد بينتمي لجامعة ليس معنى ذلك أن الجامعة هي التي قامت بهذا العمل وهي مسؤولة عنه. فإذا يعني هذا الشخص لا يتبع هذه الجامعة، وهو يعني في جهة أخرى، وأن كما حضرتك ذكرت هو تخصصه علوم فلكية ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمياه. وإحنا حتى يعني لو الفلك والكواكب الأخرى ما فيهاش المياه بالصورة السائلة، إذن يعني تخصصه ليس في هذا الموضوع تماما. وبالنسبة للبحث نفسه، البحث الحقيقة بدأ بكلمات وعبارات سياسية ومغرضة. بمثلا لما ذكر في بداية البحث، حتى في الأبستراكت في المقدمة الملخص اللي في الأول البحث، كتب فيه إن مصر والسودان بيعتمدوا على اتفاقيات استعمارية هي اللي أعطت الحقوق لمصر والسودان. كل إنه يصف اتفاقيات بأنها اتفاقيات استعمارية حتى لو كان سياسي، ليس هذا وصف اتفاقيات تاريخية المفروض الوصف الحقيقي، لأن الاتفاقيات التاريخية أيا كان اللي وقعها استعمار بناء على نيابة عن الدولة اللي كان مستعمرها أو غيره، فهي اتفاقيات سارية طالما لم تلغي. يا دكتور، يا دكتور، لا دكتور شراخي، هو استخدم التعبير الذي يروق لإثيوبيا، بالضبط اللي بتستخدمه إثيوبيا. صحيح. وبعدها الجملة التالية مباشرة، وهي أن مصر والسودان بيستخدموا كامل مياه النيل دون غيرهم من باقي دول الحوض، برضو هذه مقولة إثيوبية. صحيح. لأن اللي هو فتنة نصيب الأسد. لا، ده احنا ده هما إثيوبيا بتقول إن مصر والسودان بياخدوا 100% وكلنا صفر. يعني هنا لو كلنا صفر يبقى انتوا عايشين ازاي؟ لكن هي العملية، احنا ما يأتينا هو باقي مياه النيل التي كانت تصب في البحر المتوسط، حجزناها في السد العالي، وبالتالي قسمناها ما بيننا وبين السودان، لأن السودان البحيرة ممتدة في أراضيه. صحيح. لكن لما يجي باحث ويصف أن مصر والسودان بيستحوذوا على كامل المياه دون بقية الدول، وللأسف أنه هو مصري أيضا، يبقى هذا لا يجوز أن هو كباحث أنه يقول الكلام ده، ولا يصف الاتفاقيات بهذا. ده هذه في بداية في مقدمة البحث. وبعدين لو في نهاية البحث كمان برضو، دي كله بيدل على توجه البحث، بيشكر بعض الأفراد في مؤسسة قطرية. وهنا الشكر، احنا لما نشكر في البحث بنشكر الجهات الراعية ماديا، وبالتالي بهذا البحث مدفوع الأجر أو تم الصرف عليه من جهة قطرية. أعتقد التمويل هيقف بعد كده. لا يعني أنا خد تمويل من قطر، وذكر أيضا في جزء من فند من إحدى الجامعات الأمريكية، والجامعات الأمريكية بتعطي لأي باحث جاد وعايز يعمل دراسة بتعطي له جزء من الأموال. دكتور عباس، هو أتكلم كمان على حاجة غريبة جدا برضو ما تخشش الدماغ، يعني واحد زي حالتي مش فاهم. أنا لسه هدخل مع حضرتك في تفاصيله بقى العلمية ده. أنا بيتكلم كمان على موضوع البخر وموضوع البخر التصرف. تسرب 4 مليار و15 مليار. هو اعتمد على فرضيات، ما فيش دراسات، هو ياتي لنا باي دراسه. اولا دراسته هذه دراسه نظريه بحته، وكون انها اتعملت في امريكا لم يستخدم فيها اي معمل امريكي او اجهزه او اي تقنيه امريكيه نقول ان هو استخدم، ولا علوم فضاء ولا صور فضائيه ولا غيره. حتى الصوره المعروضه للدلتا اللي هو عارضها ليست من البحث، وهي مرسومة باليد، بمعنى أنه لما عمل منطقة فاضية في الدلتا بعد التخزين، هذه معمولة باليد بشكل كده عشوائي، وكأنها صورة كاريكاتيرية، ولكن ليست صورة علمية وليست صورة أقمار صناعية ولا مبنية. ممكن تكون تمنيات دكتور عباس. هي للأسف وهو مش موجودة في البحث. تمنيات. هذه الصورة مش موجودة في البحث. طبعا هو عايز يعني يبين، أو كمان عايز أقول لحضرتك بالنسبة بقى للفروض،
افترض اشياء غير منطقيه، افترض ان في 35 مليار متر مكعب هيقل كل سنه، وهذا رقم ضخم. افترض ان في 15 مليار متر مكعب تسريب، ولا توجد اي دراسه تؤكد اي رقم بالنسبه للتسريب، حتى انا ما اقدرش اقول لحضرتك هو مليار 2 3 4، هذه دراسات لم تتم عملها. لكن انا اقول انها 15 مليار، ده رقم ضخم. 15 مليار يعني احنا بنتكلم على ثلث مياه النيل الازرق كلها تتسرب بهذا الشكل ايا كان الرقم. بس هنا ما يصحش ان هو يعني يبني فروضه بهذا الشكل. دكتور عباس، هو كان عايز يقول ايه من الدراسه يعني في الاخر؟ هو عايز يخض، عايز يقول ان سياستنا هتؤدي الى حدوث هذا الشيء، وهو ان 72% من الاراضي الزراعيه تتوقف عن الري. الكلام ده غير علمي على الاطلاق. هقول لحضرتك النيل الازرق بالكامل من اوله لاخره بيساهم ب 60% من حصه مصر، واحنا عندنا 9 مليون فدان. لما 60% حتى لو كلهم اتقطعوا هيبقى 60% من الاراضي الزراعيه وليس 72%. ده ببساطه، ده لو النهر كله اتقطع. فاذا الفرضياته يعني غير علميه، ونتائجه للاسف يعني غير علميه على الاطلاق، وفرضياته دي كلها. لأنا كمان بنى دراساته على ان مفيش السد العالي. صحيح. يعني دلوقتي على كلامه ان كل 5 مليون متر مكعب، 5 مليار متر مكعب هيوقف امامها مليون فدان عن الزراعه. ده الكلام ده لو مفيش السد العالي. كلها فرضيات غير علميه. يعني العام الماضي لما اثيوبيا خزنت 5 مليار متر مكعب، على كلامه يبقى في مليون فدان وقف عن الزراعه، واين السد العالي؟ طيب اللي حصل ان احنا يعني بيتم اي كميه سوف تنقصها مصر في هذا الوقت، وده موضوع اخر بقى، ان احنا يعني ازاي ندافع عن المياه، سوف نعوضها من السد العالي وبعد كده نتصرف مع اثيوبيا. صحيح. طيب دكتور عباس، ما مدى الحجيه العلميه لهذه الدوريه التي نشر فيها البحث للمدعو طارق حجي؟ يعني بقول لحضرتك انا محكم لابحاث في مجلات اكبر من هذه المجله. اللي بيحصل بيجي للبحث، البحث مستوفي القواعد العامه، البيانات الداخليه هي مسؤوليه الباحثين. ممكن يعني، لكن انا مستوفي الشكل العام خلاص بينشر، وخصوصا لما يكون لاشخاص يعني مقيمين في امريكا. يعني البحث ده عباره عن سبوبه يا دكتور عباس؟ اذا البحث ده يعني ممول من جهه، وهو شكرها في اخر البحث الاكنولوجمنت، شكر جهتين، مؤسسة قطرية وجامعة كاليفورنيا أو جنوب كاليفورنيا. أنا بشكرك جدا دكتور عباس شراقي.